رح أحكي كلمة من القلب بدون أي تحضير. عن جد أنا كتير فخور أني بيوم الأيام كنت تلميذ على مقاعد هذه الجامعة العريقة. فخور وسعيد وعندي ذكريات كتير حلوة مع رفقاتي، مع أساتذتي اللي صاروا أصدقائي فيما بعد، وحتى مع إدارتي يلي صرت أنا وياهن على تواصل دايم لنشوف كيف بدنا نضيف على هالصرح هذا العلمي الكبير، نضيف ثقافة ونضيف إنسانيات. فيك تاخد العلم هلأ وين ما كان بكبسة زر، بس ما فيك تاخد الإنسان، الإنسانية، وهذه الجامعة بتعطي الإنسان مش بس العلم. أكيد مرق معنا ذكريات كتير حلوة بالجامعة مع الأساتذة، مع التلاميذ، مغامرات عاطفية كتير. هلأ أنا كانوا يسألوني أنه أنت وين دارس، كنت عطول جاوب أنه أنا دارس برا. قالوا لي كيف يعني برا؟ لهم برا الصف يعني ضل مشحوط. فأنا دارس برا لأنه كنت مشاغب كتير. جامعة روح القدس كاثوليك بحبك وراح ضل وفي لك كل حياتي.